اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هنشرح ليسونز 17 و18 اللي بعنوان المالتيبليكيشن. الدرس بتاعنا النهارده درس مهم جدا وليه فوائد كتير، اهم حاجه ان هو هيخلينا نعرف نعمل كاونتنج بسرعه ونعد الحاجات اللي هتجيلنا بسرعه. علشان نبدا مع بعضنا الدرس هنتعرف على كلمتين مهمين جدا، كلمه جروبز وكلمه ايتمز. يعني ايه كلمة جروبز؟ جروبز يعني زي ما انتم شايفين كده مجموعة متكونة من اكتر من حاجة. طيب الحاجات اللي جوه الجروب بنسميها ايه؟ بنسميها ايتمز. يعني الجروبز عندي بتتكون من ايتمز. طيب احنا شايفين هنا قدامنا كام جروبز؟ عندنا 1 2 3، يبقى هنا we have 3 جروبز. طيب الجروبز دول زي بعضيهم ولا مختلفين؟ لا، احنا شايفين ان هم زي بعضيهم بالظبط. طيب زي بعضيهم بالظبط ليها اسم، اسم مهم جدا، اللي هي equal groups، يعني مجموعات متساويه. يبقى هيكون عندي equal groups، والجروبز دي جواها ايه؟ جواها items. طب ايه الايتمز اللي عندي اللي في الجروب ده؟ الايتمز اللي هي الابلز. يبقى انا عندي 3 groups، كل جروب في كام ابل؟ في 2 ابلز. يبقى we have 3 groups of 2 ابلز. طب لما نيجي نكاونت 1 2 3 4 5 and 6، او ممكن نقول حاجه ثانيه، 2 بلس 2 يديني 4 بلس 2 يديني 6. يبقى احنا ممكن نعدها باكتر من طريقه، وهنشوف النهارده الدرس بتاع المالتيبليكيشن هنتعلم منه حاجه جديده هتخلينا نكاونت بسرعه. نيجي ناخد براكتس على الجروبز. البراكتس بيقول لي ماتش، ماتش يعني عايزين نوصل. ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ احنا شايفين جروبز. كام جروب؟ 1 2 3 4 and 5. طيب الجروبز دي مختلفه ولا زي بعض؟ لا، دول زي بعض. زي بعض يعني اسمها ايه؟ اسمها ايكوال جروبز. طيب الايكوال جروبز دول كل جروب فيه كام ايتم؟ 1 2 3. يبقى الجروب الواحد فيه 3 ايتمز. يبقى المنظر اللي قدامي ده اسمه ايه؟ اسمه 5 جروبز of 3. ال 3 دي اللي هي ايه؟ اللي هي الايتمز. يبقى نماتش ونوصل دي مع دي، 5 groups of 3. طيب نيجي نشوف هنا عندي كام جروبز؟ عندي 2 groups. زي بعض ولا مش زي بعض؟ لا، زي بعض بالظبط، يبقى بنسميهم equal groups. طيب كل جروب في كام ايتم؟ 1 2 3 and 4. يبقى المنظر اللي قدامي ده اسمه ايه؟ اسمه 2 groups of 4، اللي هو ده كده. نيجي نشوف هنا كام groups؟ 1 2 3 3 groups. زي بعض ولا مش زي بعض؟ زي بعض بالظبط. كلمة زي بعض بالظبط معناها equal، يبقى هم كلهم equal. طيب عندي 3 equal groups، الجروب الواحد في كام item؟ 1 2 3 4 and 5. يبقى ده اسمه ايه؟ 3 groups of 5، اللي هي دي. نيجي هنا عندي كام جروب؟ 1 2 3 and 4. كل جروب فيه قد ايه؟ فيه 2. يبقى انا عندي 4 groups of 2، اللي هي دي. يلا مع بعضينا نشوف another activity. يقول لي circles equal groups. skip count to find out how many there are in all. ونعمل skip counting، يعني نعد عن طريق السكيب كاونتنج عشان نعرف عددهم قد ايه. طيب انا شايف كام ايكوال جروبز؟ انا شايف 3 ايكوال جروبز، يبقى هنا 3 ايكوال جروبز. طيب الجروب الواحد فين ال 3 ايكوال جروبز اللي هم دول؟ ادي جروب وادي السكند وادي الثيرد. الجروب الواحد فيه كام بيردز؟ في عندي هنا 2 بيردز، يبقى 2 بيردز ان اتش جروب. طيب كلهم بقى قد ايه؟ نعمل سكيب كاونتنج باي 2. ليه باي 2؟ عشان الجروب الواحد فيه 2. يلا نعمل سكيب كاونتنج. يبقى انا عندي هنا 2، بعد ال 2 4 في السكيب كاونتنج باي 2، وبعد كده كام؟ وبعد كده 6. يبقى كلهم كام؟ يبقى كلهم 6 بيردز ان اول. طيب اللي بعد كده عندي كام ايكوال جروبز؟ ادي كده جروب وادي جروب وادي انذر جروب، يبقى انا عندي 3 جروبز. طيب في كام فلاورز ان اتش جروب؟ نعد 1 2 3، يبقى انا عندي 3 فلاورز ان اتش جروب. طب كلهم بقى قد ايه؟ يبقى نعمل سكيب كاونتنج باي 3. ليه باي 3؟ عشان هم 3. يبقى انا عندي 3
اللي بعديها كام في السكيت كاونتنج، اللي بعديها 6 واللي بعديها 9، يبقى انا عندي كلهم كام؟ يبقى 9 فلاورز ان اول. فنيجي اللي بعد كده عندي كام جروبز؟ ادي 1 2 3، يبقى انا عندي 3 ايكوال جروبز. كل جروب فيه كام ابلز؟ 1 2 3، يبقى انا عندي 3 ابلز ان ايتش جروب. طيب يبقى كلهم قد ايه؟ يبقى هنعمل سكيب كاونتنج باي 3. وليه قلنا باي 3؟ عشان الجروب الواحد فيه 3. هعمل سكيب كاونتنج كم مره؟ 3 مرات، 3 تايمز، عشان عندي 3 جروبز. يبقى 3 اللي بعديها كام؟ 6 اند 9، يبقى كلهم كام؟ 9 ابلز ان اول. نيجي هنا كام جروب؟ ادي 1 2 اند 3، يبقى 3 ايكوال جروبز. عندي كام بانانز ان اتش جروب؟ 1 2 3 4 اند 5، يبقى 5 بانانز ان اتش جروب. طيب عايزين نعدهم كلهم، يبقى هنعمل سكيب كاونتنج باي 5 ثلاث مرات. ليه؟ عشان عندي 3 جروبز، يبقى 5 10 اند 15، يبقى انا عندي هنا 15 بانانز ان اول. طيب نيجي اللي بعد كده بيقول لي look at the picture write how many. عايزين نبص على الصورة كده ونشوف how many. طيب how many legs؟ انا عندي كام equal groups؟ هنعتبر ان الجروب الواحد موجود جوه الايه؟ جوه الدوج نفسه، ان هو ليه كام؟ ليه 4 legs. طب انا عندي 1 2 3 and 4، يبقى انا عندي 4 equal groups. طيب الجروب الواحد فيه كام leg؟ 1 2 3 and 4، يبقى of 4 legs، يبقى انا عندي 4 equal groups كلهم ليهم 4 legs. يبقى كلهم قد ايه بقى؟ يبقى لازم نعمل skip counting by 4، يبقى 4 بعديها ايه؟ 8 وبعد كده 12 وبعد كده كام؟ 16، يبقى هم هنا عندي 16 legs in all. طيب how many tails؟ عندي كام ديل؟ انا عندي كام equal groups؟ عندي 4. الجروب الواحد فيه كام تيل؟ just 1، يبقى كلهم كام؟ نعمل skip counting ب 1 اللي هو الايه؟ النورمال كاونتنج 1 2 3 اند ايه؟ اند 4. يبقى هنا في كام؟ يبقى هنا في 4 تيلز ان اول. طيب هاو ماني ايز؟ عندي كام اي في الجروب الواحد؟ عندي 2، يبقى وي هاف 4 ايكوال جروبز اوف 2 ايز. طب نعمل skip counting by 2، يبقى انا عندي 2 4 6 اند 8، يبقى انا عندي 8 ايز ان اول. تعالوا مع بعضينا يا حبايبي نشوف الليرنينج بوينت بتاعت الدرس اللي هي المالتيبليكيشن از ريبيتد اديشن. طيب نيجي نبص على الرسمه بتاعتنا دي نشوف فيها ايه. في عندي كام ايكوال جروبز؟ عندي 1 2 3، عندي 3 ايكوال جروبز. طيب كل جروب فيها كام فلاورز؟ 1 2 3 4 اند 5، يبقى انا عندي 5 in each group. طيب يلا بينا نعمل كاونتنج عشان نجيب التوتال. هنجيب التوتال ازاي؟ ممكن عن طريق الريبيتد اديشن، احطهم كلهم مع بعض واعمل لهم سم، يبقى 5 بلس 5 بلس 5 ايكوال كام؟ ايكوال 15. الطريقه دي اسمها الاديشن سنتنس، ان انا بعمل اديشن عشان اوصل لايه؟ للعدد كله. طيب احنا عايزين نوصل لل 15 بصوره اسرع، ايه الطريقه السريعه اللي ممكن توصلنا لل 15؟ الطريقه السريعه دي يا اولاد اسمها المالتيبليكيشن. ايه هو المالتيبليكيشن يا اولاد؟ المالتيبليكيشن دي طريقه احنا بنستعملها علشان نوصل للتوتال بسرعه. طب يعني ايه مالتيبليكيشن يا اولاد؟ مالتيبليكيشن يعني ازاي اكبر بسرعه، يعني ال 5 دي عمالين نكبر فيها هنا ونحطها على بعضها لحد ما وصلت للايه؟ لل 15. يبقى لما نكبر النمبر اكتر من مره بنسميها مالتيبليكيشن. يبقى المالتيبليكيشن تاني يا اولاد ان انا بكبر النمبر علشان اقدر اعد بسرعه. طيب ازاي بقى هكتب الطريقه ديت؟ هنكتب ازاي؟ انا عندي ال 5 هنا متكرره كم مره؟ ال 5 متكرره 3 تايمز. يبقى بنكتب 3 ونعمل العلامه دي علامه الكروس، دي بنسميها المالتيبليكيشن سيمبل. طيب ايه اللي انا هكبره؟ انا هكبر ال 5، هكبر ال 5 كم مره؟ 3 تايمز، يديني كام؟ يديني 15.
لما نيجي نقرا بقى الكلام ده نقول ايه؟ 3 times 5 equal 15. 3 times 5 equal 15. يعني ايه يا اولاد 3 times 5 equal 15؟ 3 times، كلمة 3 times يعني ايه؟ يعني 3 مرات، وبعد كده 5 يعني ال 5 هنكررها 3 مرات. equals 15 يعني يديني 15. يبقى لما اقول لك 3 times يبقى انت هتكرر ال 5 3 مرات، لما اقول لك 5 times هنكررها 5 مرات، لما اقول لك 8 times يبقى هنكررها قد ايه؟ 8 مرات. يبقى ايه هو المالتيبليكيشن؟ المالتيبليكيشن بيقول لي انا هكرر النمبر قد ايه عشان اوصل للتوتال. هقولها تاني، المالتيبليكيشن بيقول لي هتكرر النمبر قد ايه عشان توصل للتوتال. واللي هيحفظ فيكم يا اولاد بعد كده المالتيبليكيشن تيبل هيبقى شاطر جدا، والماس هيبقى سهل عليه قوي. طيب تعالوا نشوف التشيك بوينت. بيقول لي هنا ايه؟ كومبليت. عندي كام جروبز؟ ادي 1 2 3 اند 4. يبقى انا عندي 4 جروبز، كل جروب فيه كام ايتم؟ 1 2 3. يبقى 4 جروبز اوف كام؟ اوف 3. طيب تعالوا نعدهم. دي اسمها الايه؟ دي اسمها الاديشن سنتنس. دي بطريقه الاديشن، دي كده الاديشن، ودي هنا بطريقه المالتيبليكيشن. بطريقه الاديشن هيبقى 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3، نعملهم على ايدينا هيديك كام؟ هيديك 12. طيب مفيش طريقه اسرع؟ في طريقه اسرع، اللي هي ايه؟ نعمل مالتيبليكيشن للنمبر 3. يعني ايه مالتيبليكيشن للنمبر 3؟ يعني نكبر ال 3. طب ال 3 اكبرها كم مره؟ ادي 1 2 3 4، انا عندي هنا 4، يبقى عايزين نكبر ال 3 4 تايمز. 4 تايمز، يبقى نكتب كده 4 تايمز ال 3. طيب 4 تايمز ال 3 يدينا كام؟ يدينا 12. يبقى انا بدل ما اكتب كده ممكن اكتب 4 تايمز ال 3. يعني ايه 4 تايمز ال 3 يا اولاد؟ يعني كبرنا ال 3 4 تايمز. لما كبرت 4 تايمز مره واحده وصلت لحد 12. ايه تاني مهم نعرفه هنا يا اولاد؟ مهم نعرف الاسم بتاع الثري. الثري بنسميها الفاكتور، والفايف بنسميها برضو فاكتور. طيب التوتال بتاعي بنسميه ايه في المالتيبليكيشن سنتنس؟ بنسميه البرودكت. يبقى احنا لما قلنا 4 تايمز الثري ايكوال 12، الفور دي ايه؟ دي فاكتور، والثري اسمها فاكتور، وال12 اللي هي البرودكت. يبقى انا لما كبرت ال 3 4 تايمز يعني حطيتها على نفسها 4 تايمز قدرت اوصل للبرودكت اللي هو الكام؟ اللي هو 12. يلا حبايبي نشوف البراكتس ده. بيقول لي كومبليت، عندي مجموعه من السوكس وبيقول لي سينك. عايزين نفكر، عندي هنا كام جروبز اوف؟ كام جروبز دول؟ ادي 1 2 3 4 اند 5. يبقى وي هاف 5 جروبز. طب كل جروب في كام ايتم؟ في 2. يبقى وي هاف 5 جروبز اوف 2. طيب لو عايزين نكتب التوتال بتاعهم بالاديشن سنتنس نكتبه ازاي؟ نعمل كده 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2. يبقى عملنا لل 2 بلس 5 تايمز. طب ده هيدينا كام؟ يدينا 10. لما نعملهم على ايدينا يدينا 10. طب لو عايزين نعملها عن طريق المالتيبليكيشن نكتبها بالمالتيبليكيشن سنتنس نكتبها ازاي؟ هو انا عندي مين اللي بكبره؟ بنكبر ال 2. طب بكبره بحطه على نفسه كم مره؟ بحطه 5 تايمز. يبقى ال 5 تايمز ال 2 توصلني على طول لحد فين؟ لحد ال 10. طيب وبالنسبه لهنا عايزين نفكر، عندي كام جروبز؟ ادي 1 ادي جروب وادي جروب. يبقى وي هاف 2 جروبز. الجروب الواحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 اند 4. يبقى فيه 4 ايتمز. طب لو عايزين نعمل اديشن سنتنس عايزين نوصل للتوتال نعدهم كلهم عن طريق الاديشن، نعمل ايه؟
نحط اللي في الجروب ده على اللي في الجروب ده، يعني نعمل 4 بلس الفور يديني كام؟ يدينا الايت. طيب لو عايزين نكتبها بالمالتيبليكيشن سنتنس عن طريق المالتيبلاي نعمل ايه؟ انا عندي مين اللي بكبره؟ بكبر الفور، بكبره كام تايمز؟ كبرناه مرتين يبقى 2 تايمز. 2 تايمز ايه؟ هكبر ايه مرتين؟ هنكبر الفور. عشان نوصل لكام؟ نوصل للايت. طيب يلا نكمل. كومبليت. عندي هنا الايكوال جروبز عندي 2، يبقى وي هاف 2 جروبز، كل جروب فيه قد ايه؟ فيه 2. طب بالاديشن سنتنس تكتبها ازاي؟ هيبقى 2 بلس ال 2 يدينا ال 4. طيب بالمالتيبليكيشن سنتنس انا عندي ال 2 هكبرها كم مره؟ مرتين، او هنحطها على نفسها كم مره؟ مرتين، يبقى 2 تايمز. 2 تايمز دول اللي هم مرتين، والنمبر اللي هو اللي جوه كام؟ 2. يوصلنا لحد فين؟ لحد ال 4. طب يلا نشوف هنا عندي كام جروبز؟ عندي 2 اوف كام؟ 1 2 3، يبقى انا عندي هنا 3. بالاديشن يدينا كام؟ يبقى انا عندي 3 بلس 3، اللي في الجروب ده بلس اللي في الجروب ده يديني كام؟ يديني 6. طيب لو هكتبها بالمالتيبليكيشن ال 3 عندي هكررها كم مره؟ مرتين، يعني 2 تايمز، يبقى 2 تايمز ال 3 توصلني لحد الكام؟ توصلني لحد ال 6. نيجي اللي بعد كده، عندي كام جروبز؟ 3. كل جروب فيه كام ايتم؟ 1 2 3 4 اند 5. لو عايزين نعدهم عن طريق الاديشن سنتنس يبقى 5 بلس 5 بلس 5، 5 بلس 5 بلس 5 يدينا كام على ايدينا؟ يدينا 15 لما تيجي تعملهم. طيب عايزين نكتب الكلام ده عن طريق المالتيبليكيشن، يبقى انا عندي ايه تايمز ايه؟ انا عندي ال 5، ال 5 بتتكرر كم مره؟ 3 تايمز، يبقى 3 تايمز ال 5. يعني ايه كلمه 3 تايمز ال 5؟ يعني 3 مرات ال 5، يعني ال 5 اتكررت 3 مرات. طب ده هيوصلني لحد فين؟ يوصلني لحد ال 15. وما ننساش ان ال 3 اسمها فاكتور، وال 5 اسمه فاكتور، وال 15 هنا اسمه ايه؟ اسمه البرودكت. لكن في الاديشن سنتنس ال 15 اسمها التوتال. طب يلا هنا 1 2 3 4 عندي 4 جروبز، كل جروب فيه قد ايه؟ 1 2 3 4، يبقى 4 جروبز اوف ايه؟ اوف 4. يلا نجيب التوتال بالاديشن، يبقى 4 بلس ال 4 بلس ال 4 بلس ال 4 يدينا كام؟ يدينا 16. لما نيجي نعملها على ايدينا 4 بلس 4 يديني 8، نحط ال 8 in our mind ونكاونت عليها another 8 يديني كام؟ يديني 16. طب لو عايزين نكتب الكلام ده عن طريق المالتيبليكيشن سنتنس هعمل ايه؟ انا عندي ال 4 بتتكرر كم مره؟ 4 تايمز، يبقى نعمل 4 وبعد كده كروس كده، يبقى 4 تايمز. 4 تايمز ايه؟ ايه اللي هيكرر 4 تايمز؟ اللي هي ال 4. يدينا كام؟ يدينا 16. يبقى ال 16 هنا اسمه البرودكت، البرودكت هو هو التوتال. نيجي للاكسرسايز ده، بيقول لي درو تو موديل جروبز، يعني عايزين نعمل اللي مكتوب ده، then write an addition sentence and a multiplication sentence for each. اول حاجه نشوف عندي كام جروبز، عندي 2، يبقى ادي كده جروب وادي another جروب. طب كل جروب فيه قد ايه؟ يقول لي 2 جروبز اوف 4، يعني في عندي 4 اوبجكتس هنا، يبقى 4 ادي 1 2 3 and 4، وهنا نعمل زيهم 1 2 3 and 4. كده احنا عملنا ايه؟ كده عملنا draw to model groups، عملنا model او رسمنا الايه؟ السنتنس اللي مكتوبه دي. طيب عايزين نجيب التوتال عن طريق الاديشن سنتنس، نجيب التوتال ازاي؟ يبقى 4 بلس الايه؟ بلس ال 4 يدينا كام؟ يدينا ال 8. طيب لو هنكتبها بالمالتيبليكيشن سنتنس، ال 4 اتكررت كم مره؟ 2 تايمز، يبقى 2 تايمز ال 4 ايكوال كام؟ ايكوال 8. طيب هنا 3 جروبز اوف 2، 3 جروبز يبقى نعمل 1 2 اند 3 اوف 2، يبقى انا عندي هنا 1 2 1 2 1 2.
لما نيجي بقى نكتب الاديشن سنتنس يبقى 2 بلس 2 بلس ايه بلس 2 يدينا كام؟ يدينا 6. طب نعملها بالمالتيبليكيشن سنتنس، ال 2 هتتكرر كام مره؟ 3 تايمز، يبقى 3 تايمز ال 2 ايكوال كام؟ ايكوال 6 برضه. طيب اللي بعديها 3 جروبز اوف 3، يبقى نعمل الاول 3 جروبز وبعد كده نعمل ايه؟ 3، يبقى دي كده 1 2 3 1 2 3 1 2 3، يبقى دول ال 3 جروبز ودول ال 3 اللي جواهم. نعملها بالاديشن سنتنس، نجيب التوتال هيبقى 3 بلس ال 3 دول بلس ال 3 دول يدينا كام؟ يدينا 9. طيب ال 3 اتكررت كام مره؟ 3 تايمز، يبقى نكتب 3 تايمز، ايه اللي اتكرر؟ ال 3 يدينا كام؟ يدينا برضو 9. طب هنا 4 جروبز اوف 5، 4 جروبز، نعمل 4 جروبز، ادي 1 2 3 4 اوف كام؟ اوف 5، ادي 1 2 3 4 اند 5، ادي 1 2 3 4 اند 5، 1 2 3 4 اند 5، 1 2 3 4 اند 5. يبقى انا كده عملت الفور جروبز وكل جروب حطيت جواه ايه؟ جواه 5. يلا نجيب التوتال بالاديشن سنتنس، يعني نعمل لهم كلهم بلس، يبقى كام؟ يبقى 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5. كررنا ال 5 4 تايمز عشان عندي 4 جروبز، يدينا كام؟ 5 بلس 5 يدينا 10، ودي كمان 10 يبقى 20. جميل، يلا نعملها بالمالتيبليكيشن. انا عندي ال 5 اتكررت كام مره؟ 4 تايمز، يبقى نكتب 4 تايمز. مين اللي اتكرر؟ ال 5 يدينا كام؟ برضو 20. جميل قوي، نيجي اللي بعديها بيقول لي هنا 2 جروبز اوف 3، 2 جروبز، ادي جروب وادي انذر جروب اوف 3، نعمل 3 اوبجكتس، ادي كده 1 2 3 1 2 then 3. يلا نعملها بالاديشن، يبقى 3 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6. طب ال 3 اتكررت كام مره؟ 2 تايمز، ادي 2 تايمز. مين اللي اتكرر؟ ال 3 يدينا كام؟ يدينا 6. طب يلا هنا 5 جروبز، نعمل 5 جروبز، ادي 1 2 3 4 اند 5. كل جروب فيه قد ايه؟ فيه 4، يبقى انا ادي 1 2 3 اند 4، 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 1 2 3 اند 4. يلا نعملها بالاديشن، يبقى ال 4 احطها على بعضيها 5 تايمز، يبقى 4 بلس ال 4 بلس ال 4 بلس ال 4 بلس ال 4 ايكوال كام؟ 4 بلس 4 از 8. نكاونت من بعد ال 8 4 نوصل 12، نكاونت من بعد ال 12 4 نوصل 16، بعد ال 16 4 نوصل 20، يبقى هنا يديني 20. طيب نعملها بالمالتيبليكيشن سنتنس، مين اللي اتكرر؟ ال 4، ال 4 اتكررت كم مره؟ 5 تايمز. طيب مين اللي بيكرر ال 4؟ هيدينا كام؟ يدينا ال 20. تعالوا مع بعضنا يا اولاد نشوف another learning point. احنا كنا خدنا الدرس اللي فات الاراي، يلا نفتكر الاراي. قلنا ان الاراي ده عباره عن باتر متكون من روز، يعني صفوف، اند كولومز، يعني اعمده. طيب احنا هنركز بس على الروز، انا عندي كام روز هنا؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3، يبقى وي هاف 3 روز. طيب انا عندي مجموعه كب كيكس كده موجودين في الاري ديت، عايزين نعدهم. هنعدهم ازاي؟ هنقول 4 بلس 4 بلس 4 اللي هي كده 4 بلس 4 بلس 4. لما نيجي نعدهم مع بعض كلهم يطلع 12. طيب لو احنا عايزين نكتبهم بالطريقه بتاعه المالتيبليكيشن نكتبها ازاي؟ مين عندي اللي بيتكرر؟ ال 4 اهي. طيب اللي هو النمبر اللي في كل رو. طيب اتكررت كم مره؟ اتكررت 3 تايمز عشان انا عندي 3 روز، يبقى ممكن اقول 3 تايمز ال 4، يعني ال 4 اتكررت 3 مرات، هيديني كام برضو؟ هيديني 12. وما ننساش ان ال 12 بنقول عليه في حاله المالتيبليكيشن بنسميه البرودكت، وهو هو الايه؟ التوتال.
يلا ناخد اكسرسايز كده بسيط. هنا الشكل اللي قدامي ده لو ده array في عندي كام رو؟ ادي 1 ادي 2، يبقى انا عندي 2 روز، يبقى 2 روز اوف كام؟ اوف 3. ليه 3؟ عشان كل رو في 3 ستارز. طيب لما نيجي نكتبها يبقى 2 تايمز، 2 تايمز عشان هما 2، 2 تايمز ايه؟ 2 تايمز 3 هي اللي بتتكرر، يبقى 2 تايمز 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6. طب لو هنكتبها بالاديشن، انا عندي هنا 3 بلس 3 يبقى 3 بلس 3 ايكوال 6. طيب ده ننطقها ازاي؟ 2 تايمز يعني مرتين، مرتين لايه؟ لل 3، يدينا كام؟ يدينا 6. يلا نبراكتس مور. عندي كرتونه البيض ديت فيها كام رو؟ 2 روز. طيب الرو الواحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 4 5 ايجز، يبقى انا عندي 2 روز اوف 5. لما نيجي نكتبها بالمالتيبليكيشن 2 روز يعني 2 تايمز، 2 تايمز ال 5، ال 5 اتكررت مرتين يدينا كام؟ لما نيجي نعدهم تلاقيهم 10. طب يلا هنا الشوكليتس ديت عندي كام رو؟ 1 2 3 اند 4، يبقى انا عندي 4 روز اوف كام؟ الرو الواحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 4 اند 5، يبقى 4 روز اوف 5. يبقى الرو الواحد ده اللي فيه 5 اتكرر كم مره؟ 4 تايمز، يبقى 4 تايمز ال 5 لما نيجي نعدهم يدينا 20. طب يلا هنا بالنسبه للباترن ده عندي كام روز؟ ادي 1 2 3، يبقى انا عندي 3 روز اوف كام؟ كل واحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 4 5 and 6، يبقى 3 روز اوف 6. يبقى كلهم قد ايه؟ يعني ال 6 دي بتتكرر كام مره؟ بتتكرر 3 تايمز، يبقى 3 تايمز الايه؟ ال 6. لما نيجي نعدهم نلاقيهم 18. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز ده، بيقول لي complete the following table. عندي هنا equal groups، عندي كام رو؟ 1 2 3، يبقى we have 3 rows، كل رو فيه قد ايه؟ 1 2 3 and 4، يبقى 3 rows of 4. طب ال addition sentence، يبقى ال 4 هنعمل لها addition 3 times، يبقى 4 بلس 4 بلس 4 يدينا كام؟ يدينا 12. طيب لما نيجي نكتبها بالمالتيبليكيشن سنتنس، ال 4 اتكررت كم مره؟ 3 تايمز، يبقى 4 ايكوال 12. طب يلا هنا عندي كام روز؟ 1 2 3 اند 4، يبقى وي هاف 4 روز، كل رو في قد ايه؟ 1 2 3 4 اند 5، يبقى 4 روز اوف 5. يلا نكتب الاديشن سنتنس، يبقى 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5، 5 بلس ال 5 بلس ال 5 بلس الايه؟ بلس ال 5 يدينا 20. طيب نيجي نكتبها بالمالتيبليكيشن سنتنس، ال 5 اتكررت كم مره؟ 4 تايمز، مين اللي بيكرر ال 5؟ يدينا كام؟ يدينا 20. يلا اللي بعد كده عندي كام روز؟ 1 2 3 and 4، يبقى we have 4 rows، كل رو فيه قد ايه؟ 1 2 3 4، يبقى 4 rows of 4. يبقى ال 4 هنعمل لها بلس ال 4 بلس ال 4 بلس ال 4 اللي هو ده بلس ده بلس ده بلس ده، يدينا كام؟ يدينا 4 بلس 4 يدينا 8، ودول برضو ب 8، count 8 over ال 8 نوصل لل 16. طيب ال 4 اتكررت كم مره؟ 4 تايمز، يبقى 4 تايمز ال 4 ايكوال 16. طيب يلا نشوف اللي بعد كده، يقول لي ماتش ايتش اراي تو ايتش سنتنس. هنا عندي كام رو؟ 1 2 3، يبقى 3 روز اوف كام؟ اوف 5، يبقى 3 تايمز 5، يبقى ده مع ده. هنا 3 تايمز كم مره؟ 3 تايمز 2، يبقى هنا 3 تايمز 2 يعني ايه؟ يعني 3 بلس 3 اللي هي دي. طب نيجي نشوف ديت، انا عندي 1 2 3 4، يبقى انا عندي 4 تايمز ال 4، او ايه تاني؟ او 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4، يبقى دي مع دي. طيب نيجي هنا عندي كام رو؟ عندي 1 رو، في قد ايه؟ 1
2 3 4 5 and 6. يعني ال 6 دي اتكررت كم مره؟ هي مره واحده بس، يعني 1 تايمز. 1 تايمز، يبقى 1 تايمز ال 6 ايكوال 6، يبقى دي مع دي كده. طب يلا نعمل كومبليت. هنا ال 3 متكرره كم مره؟ 4 تايمز. يدونا كام؟ يدونا 12. يلا هنا ال 6 متكرره كم مره؟ 3 تايمز. 6 بلس 6 يدينا 12، نكاونت بعد ال 12 6 13 14 15 16 17 18. هنا بيقول لي 3 تايمز ال 2، 3 تايمز ال 2، مين اللي بيتكرر؟ اللي بيتكرر ال 2. اتكرر كم مره؟ 3 تايمز، يبقى 2 بلس 2 بلس 2 يدينا كام؟ يدينا 6. طيب 5 تايمز 1، يعني ايه 5 تايمز؟ يعني ال1 بيتكرر 5 تايمز، ال1 هكرره 5 مرات، يعني 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 يدينا كام؟ يدينا 5. يلا هنا 5 بلس 5، ال5 اتكررت كم مره؟ 2 تايمز، يعني 2 تايمز ال5 ايكوال كام؟ ايكوال 10. نيجي هنا 4 تايمز ال7، مين اللي بيتكرر؟ ال7 كم مره؟ 4، يبقى 7 بلس 7 بلس 7 بلس 7 يدينا كام؟ 7 بلس 7 يدينا 14، و7 بلس 7 يدينا 14. يلا نعمل لهم اديشن، 4 بلس 4 يدينا 8، 1 بلس 1 يدينا 2. نيجي نشوف another exercise، بيقول لي build the array according to the following، write the multiplication sentence. ادي الاري عندي اهي، عندي كام روز؟ 1 2 3 and 4، يبقى 4 rows of 3، يبقى عملنا 4 times 3 equal كام؟ equal 12. طيب هنا عايزين نبيلد الاري ديت 5 rows of 2، يعني نعمل ايه؟ نعمل 5 rows، كل رو في كام؟ في 2. يبقى انا عندي كده 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. يبقى انا عملت كده ايه؟ عملت كده 5 روز، وكل رو في قد ايه؟ في جاست 2. طيب لما نيجي نكتبها بالمالتيبليكيشن سنتنس نعمل ايه؟ تو هي اللي بتتكرر، يدينا كام؟ لما نيجي نعمل لهم كاونت يدينا 10. طيب يلا نشوف هنا 3 rows of 6، يبقى نعمل 3 rows كل رو في 6، يبقى 1 2 3 4 5 and 6. يبقى ده كده اول ايه؟ ده كده اول رو، وادي كده الرو الثاني، وادي الثيرد رو. يبقى لما نيجي نبص نلاقي عملنا 3 rows كل rows في 6، يبقى ال 6 اتكررت كم مره؟ 3 تايمز، 3 تايمز ايه؟ ال 6 يدينا كام؟ لما نيجي نعمل لهم كاونتنج يدينا 18. يلا اللي بعديها 5 روز اوف 5، يبقى 1 2 3 4 5، الرو الواحد في 5، نعمل كام رو منهم؟ نعمل 5. ادي كده السكند رو والثيرد رو والفورث رو والفيفث رو. لما نيجي نبص عليهم نقول ان هم 5 تايمز ال 5، 5 روز تايمز 5 اوبجكتس، يدينا كام؟ لما نيجي نعدهم يطلع 25. طب يلا هنا 2 روز اوف 8، يعني كل رو في كام؟ في 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. لما نيجي نكتبها تبقى ايه؟ تبقى 2 تايمز، 2 تايمز كام؟ 2 تايمز ال 8، يعني ال 8 اتكررت مرتين، يدينا كام؟ يدينا 16. لما نيجي نعدهم يطلع 16. طب يلا هنا 4 rows of 7، هنعمل 4 rows كل رو في قد ايه؟ في 7، 1 2 3 7، 1 2 3 4 5 6 and 7، 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى انا عندي 4 rows، يعني 4 times، 4 times الايه؟ ال 7، يدينا كام؟ لما نيجي نعمل لهم كاونتنج يطلعوا 28. طب يلا اللي بعد كده
بيقول لي look at the two images below d و d, write the addition sentence and the multiplication sentence to find the total. نيجي نبص هنا عندي array اهي فيها كام رو؟ 1 2 3 4 5 rows. الرو الواحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 4, يعني ال 4 هكررها 5 times, يبقى 4 بلس ال 4 بلس ال 4 بلس ال 4 بلس ال 4. لما نيجي نعملها على ايدينا يطلعوا معانا 20. ال 4 اتكررت كام مره؟ 5 times, يبقى ادي 5 times. مين اللي بيتكرر؟ ال 4 يدينا كام؟ يدينا 20. نيجي نبص هنا عندي كام جروب؟ 5 جروبز, كل واحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 4, يبقى ال 4 هكررها 5 times, يبقى 4 بلس ال 4 بلس ال 4 بلس ال 4 بلس ال 4 يدينا كام؟ يدينا برضه 20. يبقى ال 4 اتكررت كام مره؟ 5 times, يدينا 20. بيقول لي هنا look at the array and the equal groups then answer. نبص على الاراي ونبص على equal groups ونشوف. بيقول لي how are these similar, هما similar ازاي؟ احنا شايفين ان كل رو بي equal group, يبقى لما يقول لي how are these similar نقول each row is similar to a group. نيجي نشوف هنا بيقول لي how are these different, هما مختلفين في ايه؟ هما زي بعض بالظبط في التوتال, لكن الاختلاف في ايه؟ في الايتمز نفسها والشيبز. هنا الايتمز مختلف عن الايتمز هنا, هنا اكس, هنا ايه, هنا سيركل, يبقى مختلفين في الايه؟ they are different in shapes, they are different in shapes, الاشكال بس هي المختلفة. طيب do they have the same total, ليهم نفس التوتال؟ يس. هاو از ذات بوسيبل, ازاي ليهم نفس التوتال؟ لان هنا الرو في 4 وهنا الجروب في 4, الرو اتكرر 5 تايمز وهنا الانسايد جروب اتكرر 5 تايمز, يبقى هنا هاو از ذات بوسيبل, يبقى عندي بيكوز the number of rows equals the number of groups. وبكده يا حبايبي احنا خلصنا ليسون المالتيبليكيشن. ليسون جميل جدا, بيعرفنا يعني ايه مالتيبليكيشن, بيعرفني ان انا بدل ما اعمل الاديشن اكتر من مره انا ممكن النمبر اكرره نفس المرات ديت والسنتنس تبقى ايه, بكتبها بطريقه مختصره. يا ريت تذاكروا الدرس يا اولاد وما تضيعوش وقتكم, وبالتوفيق لكم ان شاء الله.